السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا رز بالجمبري والصلصة، أكل النهاردة صيام لإخواتنا المسيحيين، بس ممكن نشاركهم وناكل مع بعضينا، ممكن ناكل مع بعضينا. أول حاجة عندنا ما قدرنا نقول رز وجمبري، بصل وتوم وحبهان، جزر مبشور وصوص طماطم، فلفل حار وكرفس وكرات وكمون وقرفة، وعندي مرق وعندي ملح وفلفل وادي الزيت. نحط بقى حبة الرز بتاعنا الاول يستوي كده، احنا بنتكلم مع بعض، وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ده الرز بتاعي اهو، كده ده الرز، وابدا احط معاه الجزر المبشور. الجزر المبشور ونصلي على النبي، اشتغل براحته. نجيب بقى طاسه ونعمل الصوص بتاعنا اللي هو الطماطم بتاعتنا. يبقى كده نجيب ده عشان خد حقه، نجيب بقى شوية الملح بتوعنا، زيت هنا، نصلي على الحبيب. طيب نحط هنا البصل، ثوم، بصل وثوم، وكده بنعمل الرز بتاعي. بسخن الرز كويس، ويكون عندي برضو ميه سخنه بتغلي. قوم بقى ايه يا سيدي، ادي الهوت ووتر، الميه السخنه بتاعتي للرز. يا عم طلال، السلام عليكم ورحمه الله. سلام ورحمه الله وبركاته. عم طلال، كيف حالك يا شيخ الشربيني؟ في نعمه يا عمي، والله في نعمه الحمد لله. والله وحشني، انا دائما احب اتكلم معك، والله مو عشان اكل ولا شرب، ده شرف لي، احب اني اكلمك ان انت شخصيه ظريفه، ده شرف لي يا شيخ العرب، وشيف محترم صراحه، ونفسي كمان تعمل لنا الكبسه السعوديه. انا عملتها اول امبارح الكبسه يا عم الحاج، وكنت عاملها بالبرتقال، بس كانت حكايه. انا كنت عامل كبسه سعودي اول امبارح، كانت حكاية يا شيخ العرب والله. أنا نفسي أخذ رقمك يا شيف الشربيني عشان أكلمك. على عيني على عيني، خذه من الكنترول يا شيخ العرب، على عيني يا طويل العمر. عيني يا سمو الأمير، اديله تليفون يا حبيبتي. شكرا يا شيخ العرب، أشكرك يا عمي. طيب كده هنا عندي، حطينا ثوم وبصل ومكعب مرق على النار مع الزيت، وبنعمل بقى دلوقتي ده الحبهان، نعمل حبة جمبري بصوص الطماطم حلوين، ونشوف هنعملهم ازاي. حبيبي يا رسول الله، نشيل بقى دول من هنا على جنب. أنا من رأيي أجيب لها شوية فلفل ألوان كمان عشان الدنيا تطلع ملعلطة معايا وحلوة. والمخرج دلوقتي بيقول لي اللي أنا أعمله ما تعملوه، يعني أنا لما أوديك أوردر تعمل حاجة ما تعدلش فيها. قلت له أنا ما بعدلش ولا حاجة، أنت فهمتني غلط، أنا بصلح من نفسي. برضو
ناوي يشبط فيا وانا مش قده اصلا. حبه فلفل الوان. حبيبي يا رسول الله، كده هنا احط ده الكرات والكرفس والفلفل الحار كله مع بعضه كده، قوم بقى ايه، وادي فلفل الالوان والله ما جيت يمتك، والله ما جيت يمتك. انت عايزها اني لون من الجناب كده سودة وكده حمرة، لو قعدت تحت هتلاقي حاجة تانية. المخرج بيقلبنا يا جماعة وانا واقف. طيب كده هنا هنزل بالتوابل بتاعتي بعد ما احط الفلفل الالوان. كده حبيبي يا سيدنا محمد اهو نقلب. يا سلام بقى لو شوية كزبرة خضراء، قرفة، كمون، طماطم بوريه، وعايز اديله طماطمية واحدة بس فريش عشان خاطر يبقى احنا ماشيين سلام. كده وادي شريمبس بيبي شريمب جمبري. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي طال غيابك ليه يا غالي. نقلب ناقصه بقى كده شوية كزبرة خضرة صغيرة وطماطماية. أبص على الرز بتاعي، اللهم صل على النبي، حبة الجزر عاملين شغل حلو قوي مع الرز. خليه بقى كده يكمل سواه، نوطي النار عليه شويه ونجيب الطماطم بتاعتي اللي انا اتكلمت عنها. بس خلاص اهو هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حاجة.
رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وكده عندي شويه كزبره خضراء اللي انا اتفقت معاكم عليها مع الجمبري بتاعي. يبقى كده انا بستنى بس الجمبري بتاعي الرز بتاعي يستوي وبعدين ابدا ببدا انا في الصينيه الثانيه او في الوجبه الثانيه. برضو صيامي عايزين نعمل صينيه سمك ما اتعملتش قبل كده، صدقوني ما اتعملتش قبل كده، بطعم جديد وفكر جديد وهتكون حلوه ان شاء الله. نشوف مقاديرنا مع حضراتكم. صينيه سمك بلطي بالزيتون، يبقى عندي سمك بلطي بصل وتوم وزيت وزيت زيتون وزيتون اسود زيتون اخضر وبطاطس وعصير طماطم وشرايح طماطم وشرايح فلفل وفلفل حار وكزبره ناشفه وكمون وبهارات سمك ملح وفلفل وشطه وكزبره وبقدونس وشبت وجزر مبشور، حاجه زي المحشي كده. بس احنا ايه عايزين نعمل توليفه جديده، شويه صلصه حلوين كده مع ايه السمك. اول حاجه بنتبل السمك بتاعنا تتبيله حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم كده السمك بتاعنا فريش طازه زي ما انتم شايفين كده ملعلط لسه طالع من البحر. السمكه لما تلاقيها بتتزفلط من ايدك كده وجامده سترونج تعرفي ان هي فريش. نقوم نيجي ايه نديها خل ليمون بعد كده نعمل التوليفه بتاعتها اللي هنحشيها جوه قبل ما نقليها. التوليفه النهارده حلوه وجميله وزي الفل. هنجيب هنا شويه زيتون مش كتير اهو، قرن فلفل حراق، شويه كمون، شويه ثوم، شويه كزبره ناشفه، شويه بهارات سمك، شويه شبت، بقدونس وكزبره، بصلايه، ملح وفلفل، ملح فلفل. نقطع الرز عشان ما يشيطش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ طيب شوية جزر، شوية خل، شوية ليمون، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاند بلندر هواية في ليمونة، ليمونة بقشرها دي بتديني طعم جامد قوي 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 قوي. الليمونة اللي بقشرها دي بتعمل معايا شغل قوي في السمك. هقول مزاجك مجليط، قلت له معلش حقك عليا وسامحني وكأنك ما شفتش حاجة كده. كفاية كده عظيم يا باشا.
هنجيب شوية دقيق جنبي. وطبق اهو. ونعمل ايه بقى يا سيدي؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الخليط ده اهو. حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. حاضر يا فندم، هعمل لك اي لون من هنا يا سعادة الباشا. حاضر، ما تزعل نفسك كده يا باشا. ادي اول واحدة اهي، وعاملين كده اهو، كده اهو، وروح حاطينها كده اهو، واحدة تانية عشان المخرج مستعجل عايز يروح يريح شوية اهو كده. بقى استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطة واروح في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وكده بنقلي في السمك وبنعمل الصوص بتاعه. بنقلي في السمك قدام حضراتكم اهو، وبنعمل الصوص بتاعه. ما بقولوش ليه كاملة، باخده نص سوا كده اهو. شوية توم تاني ناخد دول على جنب كده. نيجي بقى نقطع البطاطس بتاعتي اللي هعمل لها ايه برضو صدمة، نص تحميرة عشان ما تتهريش مني. طعم الشبت والبقدونس والكزبرة شرقي بيدخلني في تراس تاني خالص، وفي موال تاني في الاكل مع السمك بلون جديد، بلون احنا بنحاول نجدد في مطبخنا ونجدد في اكلنا عشان نعمل حاجة جديدة. زائد ان انا دخلت النهاردة معاه الزيتون، فالنهارده يوم جديد واكل جديد، فكر جديد، شكل جديد، طعم جديد، مخرج قديم وشيف قديم. بقولي لا يا اخوانا جديد، انا ده على الزيرو. طبعا كل جديد في جديد حتى في يوم العيد. اسكت بقى عشان تعمل لها ترفع علينا قضيه تقول لك انا مش قديمه ولا بحاجه، ده انا على الزيرو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد اهو كده. نقلب بقى ونقلب سمكنا. الله اللهم صل على النبي، الله اللهم صل على النبي.
بعمل الصلصة بتاعتي. طيب كده اطلع السمك بتاعي. اهم حاجة عندي حشو السمك. الحشو بتاع السمك جميل وحلو. اخر سمكاية كده بقى نحط الصلصة بتاعتنا اهي. انا مش عايز فيه صلصة ياما، مش عايز صلصته تبقى كتيرة. طيب كده هنا ده السمك بتاعي. خد نص سوى. ليه؟ لان هدخله فرن تاني تلت ساعة هيبقى معايا سوى كامل. هياخد معايا تلت ساعة تاني في الفرن. نجيب بقى ادي الفلفل ده كده. الصوص بتاعي على النار. اخد شوية من الصوص من السمك، الزيت اللي هو في طعم السمك ده كده يديني ريحه حلوه. ادي بهاراتي. وادي الزيتون بتاعي. لازم اديله شويه توم فريش في الاخر عشان يبقى طعمه حلو. كده كله شغال اهو. ياخد سنة مية سخنة. بعد كده عندي شوية جزر، سبانخ خضرة، ادي شبت، وبقدونس اهو. حبيبي يا رسول الله. هنستأذنكم وناخد فاصل ونرجع تاني. وانا غير محطة ونروح في حتة. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وكده بغرف الرز بتاعي اهو. الصلصة بتاعتي خلاص جمعت زي الفل اهي. صلاة النبي احسن. اجيب دي كده على جنب. الصحن بتاعي اهو. نبدأ بقى نغرف السمك بتاعنا. نجيب بطاطس اللي هي احنا قليناها. حبة ملح وفلفل.
نجيب هنا كبشة صلصة نبدأ نشتغل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. خلف خلاف حاضر يا باشا كده. نعم يا فندم. يا عم محمد سلام عليك يا عم محمد. سلام عليك. عليك السلام. ازيك يا سي محمد؟ الحمد لله. امورني يا قمر. سلام عليك بس يا شيخ. نعم. احلى صباح على عيونك يا جميل. أحلى صباح على عيونك يا ابني. كده الصلصة بتاعتي اهي. أغرقها كده. يا عم يوسف سلام عليكم. أبو حجاج. كده بالصلاة على الحبيب. طاجن مفتري. خش بالفرن بقى يعيش حياته ربع ساعة كده او تلت ساعة. طيب هنا السمكتول دول المخرج عزمنا عليهم، اكمل له سوا بس عليهم. كده هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا هغير المحطة ولا هروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وعند اختراع النهارده رهيب وعايزين نبدا فيه ونشتغل فيه ونشغل ايه الجمجمه. بقول لي ما تغرف الرز بتاعك اللي انت عملته ونسيه. الرز بتاعه يا عم اغرف. جاهز؟ حاضر حاضر يا باشا. قال لي الله 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 انت نسيت تشيل البوله يا دي الليله. مش تقول لي ان البوله محطوطه يا اخي؟ كده غلط منك بقى بصراحة. كده غلط بقى. أنا يعني أنت شايفني ما بشوفش. ما تقولش شيل البولة. أنت عايز تقعنا في خطأ وبس. حبيبي يا رسول الله.
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عايزك تدلع كده وانت شغال معايا. سيبها. وانت كنت عايزها نضيفة؟ طيب. خلينا في موضوعنا بقى عشان الراجل هو ايه ما زعلش مننا. عندي بتنجان مشوي. حاضر. بتنجان مشوي، توم مشوي، فلفل حار مشوي، فلفل اصفر مشوي، بقيت الفلفل مشوي اهو، وادي بتنجان وتوم. انا حطيت توم مشوي، ادي توم فريش، وادي البذنجان بتاعي. هوريك هوريك اللي في بالي اهو كده. روح الاكله دي ايه بقى؟ الليمون والخل. الليمون والخل وزيت زيتون. ادي ليمون ياما اهو، وادي خل، هنعمل ايه يا سيدي؟ كمون، ادي شويه شطه، ونخلي البابريكا دي مع هنا مع الفلفل اللي هطحنه. ادي خلي البقدونس على جنب، كل حاجه خليها على جنب على جنب. انت مش ناوي تشتغل؟ قلت له حاضر هعمل اللي انت عايزه. وادي الزبادي مش على جنب، وروح جايين كده بالصلاة على النبي. نعمل ايه؟ نفعكهم مع بعض. كده ملح وفلفل اهم حاجة عندي قبل ما اعمل اي حاجة. ادي الملح، سنة فلفل صغيرة، ونكمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بس عايز لفة تانية عشان كله يجي مع بعضه. بقول لكم هبقى مساعد طباخ بعد 7-8 سنين، مش مصدقني. اشيل بقى كل ده من هنا عشان لسه هنعمل عملية جامدة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز شويه ملح وشويه طحينه عشان تمسك مع بعضيها. ادي الملح، وادي الطحينه. يا ست هبه،
صباح الخير يا شيف شربيني. صباح الهنا يا ست هبه. ازاي حضرتك؟ تسلم ايديك، الاكل تحفه. الله يبارك لك يا ست الكل ويكبر بخاطرك يا رب. ربنا يديك الصحه والعمر يا رب. وأمريني يا امي. الله يخليك الامر لله. بص انا عايز اسال حضرتك على حاجتين. خدامك. الله يكرمك يا رب. ايه اللي بيتحط للبصاره كخضره؟ ايه الخضره اللي بتتحط للبصاره وايه توابلها؟ اه والخبيزه انا عارفه ان بيتحط لها خضره، بس هل بيتحط لها شبت وكزبره وبقدونس ولا حاجه واحده فيهم؟ لا هو بص، الكزبره والبقدونس والكزبره والشبت اجمل حاجه بتديك طعم، لكن البقدونس لا. لكن بالنسبه للبصاره اديها كزبره خضراء وبقدونس، كزبره خضراء وشبت كتير، كزبره خضراء وشبت كتير. طيب كده هنا لسه حدانا شغل ياما، كل ما اقول عندنا شغل ياما المخرج يتضايق. ليه؟ عايز يروح. طيب كده هنا دول. اه ياما جبتني طباخ ليه؟ عندي بقى فلفل الالوان ده الاحمر اهو مشوي اهو مع شوية زيت زيتون. كده اذكر الله. نطلع بالفي الفرن، اشيل بقى كل حاجه ومش عامل حاجه تانية. المخرج مش عاجبه الاكل ده، حبه الفلفل الحمر دول عاملين احلى شغل، طعمهم جميل. انا كده ليا حداك ياما، انا كده ليا حداك ياما. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو اهو يا باشا اذكر الله. وادي البوله اللي مضايق المخرج. بولا 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 برومبلا. اسم الله عليا، اسم الله عليا، اسم الله عليا. هوبا. سيرة الكوبي ده حلوة قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ اشكر عمي ابراهيم تمام، واشكر كل الكاست اللي معايا. استنوا معايا استنوا معايا استنوا، واشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم.